اف على هالاستفادة عند الصبح. صباح الخير جارتنا، ايش هالصدفة الحلوة هاي؟ اينو صدفة؟ مارق من حارتنا ومن جنب بيتنا، مو صغير تطلع تدق الباب وتقلي شو هالصدفة الحلوة جارتنا؟ واخ ليش هيك مهزوز بدنك؟ على اينا طرف فايقة لحتى ما عم تعرفي تحكي؟ له يا جارتنا لقناها بين جيرانكم، قادري؟ قالتي لي، ايش رأيك؟ رأيي بشو؟ لق فيني طبعا، خدي لك نظرة هيك من فوق لتحت شوفيني، شوفي؟ ما عم بفهم عليك، شو بدك بالضبط؟ لك مالك شايفة انه جسمي هيك متغير وحليان؟ لك صلي 3 أيام عم بفتل بالشام، فتلت الشام كله، لك ايه ما حدا عم بشوفني الا عم بيقول لي فيري، صار نازل وزني 725 جرام، كل الناس عم تقول لي صاير سمباتيك. ايه فعلا سمباتيك. ايه صاعي ما قلتي لي جارتنا، وين مشوارك؟ اذا بدك بوصلك بطريقي، لانه اذا دريت خالته فريده انه انا لقيتك بالطريق وما عرضت عليكي اوصلك، والله لا تاخذ على خاطره مني. انا نازله على الجامعه، انت وين حاطط سيارتك؟ ما هي بعيده، هون جنب البيت. لكن شلون بدك توصلني؟ مرو ركض انا وانت على الجامعه، منه بتحركي حالك ومنه بنتسلى وبنتسير على الطريق. ايش قلتي؟ قلت باخذ تاكسي احسن. ايه تاكسي تاكسي مثل ما بدك، بس شايفة اليوم شو طالعة كويسة؟ مو أحسن بلاونا دولي الشراشيب اللي بتحطيهم بإذنك وبرابتك؟ هيك برأيك؟ إجي كرة فيك فاتح. لك وين ريحة جارتنا؟ لك والله هيك أحسن. مالك علاقة؟ اصطفلي وابا الحمد لله، هل حاولت لها المادة؟ مبروك رغاد، فرحت لك من قلبي. خلص سميحة لا تزعلي، يعني لا أول مادة ولا آخر مادة بتحمليها. عم تفاولي علي؟ لك لا ما هيك قصدي، بس هي أمور طبيعية بالجامعة. يلا إلا ما ترفعي لك شي مادة. سميحة لا تزعلي، صدقيني كل شي بتصلح. رغد معلش تركيني لحالي لأني أنا مكتئبة، لازم أقعد فترة وعيد حساباتي لحالي. سمحي خلاص، شو بك تضلي زعلانة بقصص ما لها طعمة؟ رغد قلت لك تركيني لحالي، بدي أعيد حساباتي إذا بتريدي. بس يا سميحة خلاص. ألو؟ أهلين نعيم. الحمد لله منيحة، أنت كيفك؟ إيه ما تاكلها مع موعدنا المساء. لا 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 خلص طيب أوكي باي باي. ومين هاد نعيم كمان؟ رغد ليش ما بتحترمي خصوصيات الآخرين؟ بعدين أنا قلت لك تركيني لحالي، بدي أعيد حساباتي، شبكي لازقة فيني وقاعدة فوق راسي وز 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 وز. بالله؟ وإذا عم تقولي بدك تعيدي حساباتك، كيف وعدتي لنعيم تشوفيه المساء؟ شو بدك يعني أقضي حياتي عم عيد حساباتي؟ من هون للمساء بكون عدت وخلصت. ماشي.